فقال يسوع: لقد تم كل شيء. الله معكم. بحلقتنا السادسة رح نتوقف سوا على خطية الكسل، وبوجه رح نسمع كلام الرب على الصليب عم بيقول: لقد تم. بداية، الكسل هو مرض بإرادة الإنسان. هالمرض بيدفع الإنسان إنه يتهرب من مسؤولياته، وبياخد بعدين جسدي وروحي. لما منحكي عن الكسل الجسدي، هو لما الإنسان ما بيكون الجلادي يعمل شيء. الإنسان بيتهرب من واجباته وبيفضل يمرق الوقت هو مرتاح، هو مش عم بيتعب حاله بشيء، وبيوصل لحد إنه يكون لا مبالي مستلشئ. أما روحياً ففينا نستعمل نفس التعبير، ولكن هالمرة بحياة الإنسان واختباره مع الله. يعني الإنسان ما بيتعب حاله يلتقي بالرب، الإنسان بيرفض إنه يدخل بعلاقة مع الله لأنه هالعلاقة مطلبة، وبيعيش باستهتار تجاه حاله، تجاه الله، تجاه الآخرين، بيعيش اللامبالاة. بالكتاب المقدس منلاقي كتير أمثلة عن هيدي الحالة، ولكن الصورة الأصعب يلي بيوصف فيها الإنسان الكسول الكتاب المقدس هي برؤيا القديس يوحنا، لما بيقول: فلست بارداً ولا حاراً، ويا ليتك كنت بارداً أو حاراً، أما وأنت فاتر لا حار ولا بارد فسأتقيأك من فمي. هون منشوف صعوبة الكسل وبشاعته، لأنه بيتناقض مع فعل أساسي وهو العمل. المسيح جاء ليعمل، ليعمل عمل أبيه، والرسول وكل إنسان مسيحي هو كمان مدعو ليعمل وليشتغل بحسب قدرته وطاقته، لأنه كل عمل بحق الرب هو مساهمة بعمل الله الخلاصي يلي صار بشخص يسوع المسيح. إذن اللامبالاة والاستسلام للراحة والكسل بصير قبل كل شيء تقصير بالمشاركة بعمل الله، لأنه هيدا العمل هو مش عمل بسيط ولا عمل سهل. خطورة الكسل إنه هو مرض بيتسلل شوي شوي بحياة الإنسان، والإنسان بأغلب الأوقات ما بينتبه لإله، ما بيشعر إنه في مشكلة، ولما بينتبه غالباً بيكون فات الأوان. وهون منتذكر سوا مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، نتذكر سوا مثل شجرة التين يلي ما عطيت الثمار والرب عطاها فرصة ولكن كمان ما أثمرت. وكمان منتذكر مثل صاحب الوزنات يلي طمر وزناته بالتراب وما استثمرن. قدام الكسل لازم كل واحد ووحدة منا يتخيل إنه الملكوت أو السما هو مدينة على راس تلة، والتلة عالية كتير، ولكن كلنا فينا نوصل لها، والطريق كلنا منعرفها، ولكن نحنا بحاجة إنه نتحرك، بحاجة إنه نمشي نعربش على هالقمة ونساند يلي حدنا. وهيدا المشوار مستحيل إنه نتممه بكسل. وهون تجي صرخة الرب لقلنا، هو عم بيقول: لقد تم. صرخة بيدعينا فيها كلنا إنه نكون مستعدين كمان نصرخها مع نفسنا الأخير بالنهار والساعة يلي ما منعرف أي متى رح تجي، ولكن نكون واعيين إنه نحن أبناء للنور، وإنه المشوار متطلب لنقدر مع الرب يسوع نصرخ ونقول: لقد تم. يا رب تحققت إرادتك بحياتي، تمت. لبل يا رب أنا حاولت بالرغم من محدوديتي، بالرغم من ضعفي، أني تمم عملك بيومياتي. لازم نكون قادرين نقول للرب: صحيح يا رب أنا مش مثل العذارى الحكيمات، مصابيحي مش مليانة، ولكن بعد عم بتضوي، بعدني عم جاهد لخليها تضوي. أقدر أقول للسيد: يمكن أنا مش شجرة مثمرة كتير، بس أنا كمان مش تيني يابسة، عم بحمل ثمار على قدر طاقتي. كمان أقدر أطلع بالرب وافتح له إيدي وقل له: يا رب هودي الوزنات يلي عطيتني إياهن، أنا ما تفرشت عليهن، أنا استثمرتهم على قدر ما فيي. خلونا سوا بمسيرة صومنا هيدي نحمل هالهم، نظهر من كسلنا ونعرف إنه حياتنا على الأرض هي وقت ثمين جداً لألنا وثمين بعيون الرب. نستثمر وقتنا لنشارك الرب بعمله، ونستثمره تنساند شخص تاني كمان، تنساند الشخص يلي حدنا إنه يوعى إذا كان عم بيعيش الكسل. وهيك كلنا سوا منعيش المشوار صوب قمة الجبل، مطرح ما في مكان معد لألنا كلنا. صوم مبارك وأسبوع مبارك.